بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. يصل باكستان في السادس عشر من الجاري ولي العهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان على رأس وافد في زيارة تستمر ليومين، وسوف يقوم دولة رئيس الوزراء عمران خان باستقبال الضيف شخصيا في المطار فيما تتعلق المدفعية 21 تلقت إذانة لاستقبال الضيف، كما ستقوم طائرة من تراس جي اف تندر بالتغذية في الطائرة في الأجواء الباكستانية والتحية. هذا وقد أخذ اجتماع تراسه رئيس الوزراء لدراسة ترتيبية لاستقبال سمو ولي العهد، وطلب بجراء استقبال استثنائي وحافل لضيف الكريم، كما يقوم رئيس الوزراء بإشراف شخصيا على زيارة كما تعتبر الزيارة واحد الزاوية فيها يخص بالانشطة الاقتصادية، كما سيتم التقي على العديد من الاتفاقات في المجالات المالية والتاكد إلى جانب مذاكرات التفاهم. ترتبط باكستان والسعودية بعلاقات تاريخية وسياسية وتجارية ومذهبية، كما عبرت حكومة بشار باكستان عن ترتبط باكستان ومملكة العربية السعودية بعلاقات يعود تاريخها إلى عام 1947، وفي علاقات قريبة وغدية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.5 مليار دولار. ولزيارة ولي العهد السعودية أهمية خاصة فيما يخص التجارة والاستثمار، كما إلى الإعلان بعد زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية أن مساعد السعودية لمنازلة المدفوعات الباكستانية والدفع المؤجل في توفير البترول جاء في ظروف مالية صعبت، وكان بمثابة النسيم الطريف. ومن المنطقة خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات بناء نصفي لتكرير البترول من قبل السعودية في جوادر والتاكتة المستدامة والمعادن والبناء وتوفير البترول على أساس الدفع المؤجل، إلى جانب مذاكرات التفاهم للتعاون في 8 مجالات، كما إلى المستثمرين السعوديين أهم النقطة في الاستثمار في مجالات محطات الطاقة التي تعمل باستخدام الغاز السائل ومجال الزراعة والذي سيزيد الانتشار الاقتصادي، إلى جانب زيارة سرعة التنمية وتوفير فرص الوظائف. بعد أوضاع صعبة أصبحت باكستان في طريق الخروج من الأوضاع الصعبة وأصبحت مركز محور في سياسة المنطقة، ولا يقتصر ذلك على باكستان فحسب، بل أن وسائل الإعلام العالمية تعتبر بنجاحات باكستان استنادا إلى الفاينانشال تايمز، فإن باكستان أصبحت بسرعة محورة للإنجاز العالمية. وترى الجريدة باكستان تحصل على مساعدة من صندوق النقد الدولي والسعودي والدول الأخرى، واستنادا إلى الجريدة فإن باكستان سوف تحصل على مبلغ 14 مليار دولار من زيارة ولي العهد المملكة العربية السعودية، وأن بناء مصنع البترول في جواده تقدم مهم. ويقول خبير الشؤون العالمية الهندي أنكي بحضرة كمال بأن باكستان اليوم أقوى مما كانت عليها قبل 16، وبسبب السياسات الخارجية الفعالة فإن باكستان تستفيد كليا من موقعها الجغرافي والاستراتيجي. واستنادا إلى الخبير الهندي، فإن بعد التغيير في موقف دونالد ترامب بشأن باكستان فإن فوري العالم ترغب في علاقات أفضل مع باكستان. قال دولة رئيس الوزراء عمران في لقاء الصحفي الصين جورجين كينغ بأن باكستان مصنعات الإنجاز مشاريع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني في المواعيد المحددة في التنمية في المجال الزراعي سيساعد في الحد من الفقر، وقال بأن نقل التنجلية من أوليات الحكومة
ويمكن تحسين حياة المواطنين من خلال الاستفادة في زجاج الصين، كما تنتظر بنظر الرئيس شي جين بينغ للنفية المعيشيات والاقتصادية هذا، وقد السفير الصيني رئيس الوزراء حول التقدم الحاصل في مشروع الممر الاقتصادي. في مرافق اعتقاديا الجاسوس الهندي الضالع في الإرهاب في باكستان في محكمة العدل الدولة بأبيلها في 18 من الجاري، حين ستقوم الهند بتوفير الأدلة في حين ستقوم باكستان بدورها بتقديم الأدلة في البوم التالي في 20، سيتدور المحلول الهندي الأدلة الباكستانية وبالأكس الحل 21، وسيدي القاضي الباكستاني تصدق حسين جيلاني محام القضاء في المحاكمة. نجحت إيران في كسب قصبتها ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية، حيث رفضت العدالة موقف أمريكا وأصدرت قرارها القاضي بأنه لا يحق لأمريكا تجنيد مليار دولار تعويض لإيران في بنوك، حيث كانت محكمة عليا أمريكا أصدرت بتجنيد الأملاك الإيرانية عام 2016 بتحمل هجوم قاعدة أمريكية في بيروت وأعمال إرهابية أخرى. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.